السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التطبيقات الكتابية. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الرابع من الوحدة الثانية، مجال الحياة الثقافية والفنية، المرجع الجديد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. أقرأ النص وأشكل ما تحته خط. إذا حكايتي مع الفنون. لم أكن أسمع من الفنون إلا الفن السابعة، وكان أخي يقصد به السينما، لهذا كنت أريد أن أصير بطل أفلام حتى يحبني أخي الشغوف بالشاشة الكبيرة. ولما علمت أن الموسيقى فن آخر، صنعت لنفسي كمانا وصرت أعزف ألحانا هي أقرب إلى مواء القطط. كان هدفي أن يحبني الناس دائما، لكن لما علمت أن الرقص والشعر والتشكيل فنون أيضا، أيقنت أنها مجالات للإبداع لا لاكتساب حب الناس فقط. إذا نشكل ما تحته الخط. إذا حكايتي مع الفنون. لم أكن أسمع من الفنون إلا الفن السابعة، وكان أخي يقصد به السينما، إذا أعطي كلمات من شبكة مفردات الفن السابع. إذا الفن السابع الأفلام، السينما، الممثلون، القاعة، الشريط، المخرج، التمثيل، البطل. إذا الفن السابع الأفلام، السينما، الممثلون، القاعة، الشريط، المخرج، التمثيل، البطل. إذا لما كان الطفل يتمنى أن يكون ممثلا سينمائيا، ما أمنيته الثانية؟ إذا لهذا كنت أريد أن أصير بطل أفلام حتى يحبني أخي الشغوف بالشاشة الكبيرة. أما أمنيته الثانية هي كسب حب الناس، كان هدفه أن يحبه الناس. إذا كان الطفل يحب أن يكون ممثلا سينمائيا وبطلا حتى يحبه أخوه الشغوف بالشاشة الكبرى. أمنيته الثانية أن يصبح موسيقيا ويحبه الناس دائما. أملأ الجدول التالي. إذا الجمل، نستخرج الفعل ونحدد نوع الفعل، هل هو لازم أو متعدي. صنعت كمانا، إذا الفعل هو صنعت. إذا صنعت كمانا، إذا المفعول به هو كمانا. إذا نوع الفعل متعدي، تعدى الفاعل إلى مفعول به. يضحك الناس، يضحك فعل، الناس فاعل، إذا يضحك هو الفعل. نوع الفعل لازم، لم يحتاج إلى مفعول به. يقصد أخي قاعة السينما، إذا يقصد فعل. إذا أخي قاعة السينما، قاعة مفعول به، إذا متعدي، إذا فعل متعدي. يعرف الطفل الحالا، إذا يعرف، إذا أدخلنا الهاء يعرفها هنا، إذا أدخلنا الهاء صنعته هنا، الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إذا يعرف يعزف الطفل ألحانا، إذا ألحانا مفعول به، إذا الفعل يعزف، يعزف فعل متعد، يعزفها، ماذا يعزف؟ يعزف الألحان. انطلقت المباراة، إذا الفعل انطلقت، إذا المباراة فاعل، إذا نوع الفعل لازم. السؤال الخامس، أضع الأفعال الصحيحة في خانة الجدول مع تحديد نوعها. نشر، وجد، شد، سئم، مل. إذا نشر، نشر فعل صحيح سالم، إذا فعل صحيح سالم، سلمت حروفه من الهمزة والتضعيف. نشر، وجد، وجد فعل معتل، إذا المعتل الأول مثال.
شدة فعل مضاعف، سائمة فعل مهموز به همزة، إذن صحيح مهموز سائمة. ملا فعل مضاعف ما لا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.